صباح الخير يا زلمة، تعيين فتحي الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. عيد مولكو كريمة. دي اليوم 3 أغسطس 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات محايدة لأسعار الذهب وتضارب طبعا التداولات خلال تداولات أمس، ولكن خلال اليوم النهاردة شفنا انخفاض وتراجع لأسعار الذهب وإن كان في نطاق ضيق، وده راجع أكيد لأحجام المستثمرون على القيام برهانات كبيرة مركزين على البيانات المهمة للوظائف الأمريكية المقررة أن تصدر في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي. وهو متوقع أن يكون المؤشر الأساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا. دي كانت أهم الأخبار. زي ما قلنا لحضرتك، عندنا مجموعة من البيانات الهامة، أهمهم مؤشر مدير المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة توريدات الـ ISM الشهري لشهر يوليو اللي جاب نتيجة أسوأ متوقع 59.5. والنهاردة ما عندناش أي بيانات هامة نقدر إن احنا نتكلم عليها. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الاداء المتضارب للذهب خلال تداولات امس، بدايه اليوم انخفاض وعوده مره اخرى للاداء الايجابي، ولكن سرعان ما انخفض مره تانية خلال التداولات الصباحيه اليوم النهارده. ثبات اسفل نقطته ثبات اسفل المتوسطات السعريه، اداء سلبي على السار، على الاستوكاستيك، على الفلات تريند، على الاي ام اي، وجوده قرب نقطته المحوريه، كل ده طبعا ضغط عليه بشكل كبير. ولذلك نتوقع مزيد من الهبوط، ولكن بشرط كسر ال 1802 عشان يروح لل 1793 وراها ال 79، مره تانية كسر الاثنين وراها ال 93 وراها ال 79. السيناريو الاخر المعاكس، اتحقق بكسر ال 1815 وراها ال 23 واخر نقطه عند ال 32. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم متزايد الايام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.